ماذا يريد معالي الوزير عبد الله غراب رئيس نادي الصيد من قانون الرياضه الجديد؟ دايما كل ده كل اللي بتطلبه ارضاء لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي، وده دور حضرتك. يعني احنا بالنسبه للجمعيات العموميه النادي كلنا عايزين ندعم الجمعيات العموميه. القانون الحالي اللي هو 2017 احال مواضيع الجمعيه العموميه للائحه الاسترشاديه للجنه الاولمبيه. الحقيقه الشروط اكتمال الجمعيه العموميه شروط صعبه جدا. لازم نقر بالواقع، لا تجتمع جمعيه عموميه في نادي الصيد زي بنتكلم على 12000 او 10000 واحد الا في الانتخابات كل 4 سنين، غير كده بيبقى ما حدش بيجي مهما عملنا. الحقيقه يعني احنا كان عندنا اول جمعيه عموميه في 28 اكتوبر اللي فات حضر 3112 بالتحديد. المطلوب كان لانعقاد الجمعيه 10000 واحد، اللي هو النصاب القانوني عشان اعمل اللائحه الاسترشاديه. اللائحه هتبقى لائحه نادي الصيد زي بعض الانديه عملتها، محتاج 12000 واحد يجي عشان غير. يعني احنا يمكن عندنا بنعمل ندوات عشان مراجعه اللائحه المقترحه، الاعداد اللي بتيجي للاسف انها عدد قليل قوي اللي بتيجي تناقش، اللي هو زي نقاش مجتمعي للائحه. فانا مش شايف اي مانع ان القانون نفسه زي زمان ان هو يحدد النصاب يحدده. يعني انا شايف لو ما اجتمعتش الجمعية العمومية بيفوض مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم. فأنا بقول يا إما 10000 يا إما 12 واحد منتخبين، يعني في النص قوام المجلس في شيء في النص. في 2000 يعني ممكن يبقى نصاب الجمعية العمومية 2000 أو 3000. وصلتوا لإيه في النقاش ده؟ بالتأكيد أفضل، بالتأكيد أفضل من إن إحنا 12 واحد. مش علشان حاجه طبعا، مش عدم ثقه في المجلس على قدر كبير من الوعي طبعا وكده، انما بتكلم الجمعيه العموميه ليها دور والمجلس ليه دور. ما ينفعش ان كل صلاحيات الجمعيه العموميه تنتقل لمجلس اداره علشان مش قادر اجيب 12000 واحد او 10000 واحد. فانا لو عملت ده 3 هيبقى في جمعيه عموميه، هيبقى في محاسبه لمجلس الاداره. لو حصل جمعيه عموميه عاديه مكتمله ب 2000 او 3000 واحد هتمنع عننا شيء مهم جدا، وهو من هو يدعي ان هو مجلس اداره مسؤول قدامه. النهارده بنتكلم على السوشيال ميديا، بنتكلم على مجموعه من الجروبس اللي موجوده في السوشيال ميديا، كل واحد معاه سوشيال ميديا فاكر ان هو الجهه المسؤوله اللي انا مسؤول قدامه. ما اقدرش الاحق ان في 20 جروب، في ناس كتير جدا ليها تطلعات معينه وده حقهم، انما ما اقدرش انا اكون مسؤول امام افراد كثيره. القانون قال انا مسؤول امام الجمعيه العموميه اللي انتخبتني واللي بتحاسبني كل سنه. مش عايز تطرق نفسك في حاجات تانية؟ لا فرعي. يعني احنا بقينا مسؤولين امام افراد، يعني مع احترامي الشديد للسوشيال ميديا. قانون الجزئيه دي لحفظ الوقار لمجلس الاداره، لان مفيش جمعيه عموميه بالظبط، بس الجمعيه العموميه ما بتكتملش، فكل واحد بيبقى شايف في نفسه انا هحاسب المجلس. طب انت بتحاسب المجلس، في ناس بتحاسب طبعا بطريقه مقبوله، في كل ما بتقدرش تحكم بقى، في ناس بتحاسب باساءه، في ناس بتحاسب بسوء ظن. الامور بتبقى اصعب كتير جدا على مجلس الاداره. احنا بشر واحنا بنعمل مجهود على قدر المتاح، فبتتوقع ان انا افضل يبقى في جمعيه عموميه. انا طول عمري من المشجعين لاكتمال الجمعيه العموميه، انما الامر مستحيل ديمقراطيه، الامر مستحيل النهارده في ظل هذا القانون وفي ظل اللائحه الاسترشاديه. فضروره، انا شايف دي ضروره ان القانون هو اللي يحدد. طب كان في تقريب في وجهات النظر في الجزئيه دي تحديدا في العرض او الطرح؟ لا انا طلبته. انا طلبت كده ان يبقى في دعم للجمعيه العموميه عن طريق يا اما اللائحه الاسترشاديه تتغير تقلل الاعداد، يا اما القانون نفسه يحط كده. لان القانون النهارده اتناقشنا فيه برضه هنحيل الامور للجمعيه العموميه، للوائح الانديه، عدد مجلس الاداره، في وظائف معينه موجوده ولا مش موجوده. لان انت عارف على مدى السنين لو شفت هتلاقي عدد مجلس الاداره بتختلف، مره بيبقى في امين صندوق، مره في نائب، مره ما فيش. يعني الامور دي لازم تبقى اعتقد تبقى واضحه ومستمره مستديمه على طول. مجلس اداره النادي في 12 في 10 في زي ما انت عايز يقررها القانون، في وظائف معينه تبقى موجوده واضحه الصلاحيات علشان ما يحصلش كونفليكت. النهارده بنشوف انديه كتير فيها مشاكل. النقطه الثانيه اللي مهمه جدا الحسم في امور الخلافيه. زي النهارده زي الانتخابات، الطعن على الانتخابات، محكمه القضاء الاداري، مركز التسويه والتحكيم، في امور كتيره جدا. على فكره المشكله في حاجه ان الحق
بتقرره المحكمة أو بتقرره الجهة القضائية أو مركز التحكيم. السرعة في هذا الشيء مهمة جدا، سرعة الفصل مهمة جدا. البطء في هذا الموضوع بيسبب ارتباك غير عادي في مجالس الإدارات، وبيسبب بقى طبعا الطاعن بيبقى عنده أمل أنه يجي، واللي بيبتدي يضايق اللي موجود، واللي موجود خايف من اللي ممكن يجي. فإحنا بنحط نفسنا على فكرة في أمور الأندية لا تستفيد من مجالس إدارتها كما ينبغي. النهاردة انتخابات بتفرز من يختاروا الجمعية العمومية، نسيب الناس تشتغل. إنما هتلاقي بعض الأندية ما فيش سنة تلاقي انتخابات تتغير ويتعاد والرئيس يتغير ويجي واحد تاني والناس قاعدة مستنية. فطبعا الأمور كلها لازم تحسم، القانون لازم يكون حاسم وجاد جدا. أعتقد مركز التسوية والتحكيم اتعمل عشان السرعة في الإنجاز. الإنجازات دائما بتحتاج للاستقرار، وإن المجلس يقدر يشتغل بأريحية كبيرة. بالضبط.